مش احنا استمعنا للردود ونشوف الردود طبعا مش كلها دودو من دودهك. وزارة التربية طبعا مش تقول ايش متحقق على ارض الواقع. وني حق الخاص مو معترفين طبعا مش بالتعليم مالنا مو معترفين بالخرجين مالنا. واحنا حين في السنة المئوية لوزارة التربية والتعليم الله يرحم الاوليين طبعا مش في الصف السادس كان مدرس في البحرين يدرس في الخليج. ايش معناتها يعني؟ هل عندنا ضعف في التعليم؟ احنا الاولين صف السادس تدرس. احنا يخلص جامعه فغير قاعد في البيت. وليال ايش قدم؟ حق طلب يبونه يا ما حطوه في الولو هايبر كيشن او حطوه في كنتاكي طال عمرك. ما عندهم شيء تخرج، زين هاي متخرجته تعليم. وين سياسه التعليم؟ وسبحان الله من تسالينهم عنهم؟ قال ايش الخطه؟ كل مجلس روح يعيد الفيديوهات كلهم والمضبطات كلها كلها ردود الحكومة أو ردود الوزراء كلها خطة يا كثر الخطط اللي عندهم طبعا.